المكسب الصعب لما بيجي بيبقى أحلى كتير جدا من المكسب السهل. المكسب الصعب بيجي بعد معوقات وبعد أمور بيبقى خارج عن إرادتك، بيبقى طعمه أحلى كتير. في البداية برحب بالكابتن أحمد الجرحي مدرب عام الفريق، وأحد يعني أقول إيه بس أقول يعني أحد أيقونة كرة السلة في النادي الأهلي. كابتن أحمد أهلا بيك. أهلا كابتن هيثم، مبسوط جدا إن أنا مع حضرتك. وألف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. معايا أحد أفضل لاعبي مصر يمكن في تاريخ كله كمان ولاعب يعني نجم منتخب مصر، وكان ليه دور كبير قوي امبارح إنه سحب الفرقة لما بدأ شوية الأداء يهبط. معايا كابتن عمرو الجندي. كابتن عمرو منورنا. حبيبي يا كابتن هيثم، شكرا ليك والله يبارك فيك وشكرا على المقدمة الجميلة دي. أحسنت امبارح وأسعدتنا وأسعدت الملايين. الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. يمكن أروح لك كابتن أحمد، في البداية بطولة صعبة، معوقات حصلت بشكل غير مسبوق، غير مسبوق، أنا بقول غير مسبوق وأعلم جيدا ما أقوله، يعني غياب لاعبين، اضطراب شديد جدا. كلمنا يا كابتن عن البطولة دي. والله يا كابتن هيثم، يمكن إحنا فوزنا يعني بطولات مرتبط كتير، بس بصراحة دي الأغلى، الأغلى، لأن فعلا كل الظروف اللي حواليها كانت صعبة جدا. تخيل لما تيجي يعني أنت مكون فرقة ومتمرن كويس، وفرقة ما شاء الله فيها أسماء كبيرة جدا، تيجي قبل الماتشات على طول تلاقي عمرو الجندي مش معاك، إيهاب أمين مش معاك، عبد الفضيل مش معاك، محمد مصطفى مش معاك، عمر طارق مش معاك، السرعاوي لسه مش معاك. أنت قائمتك 14 لعيب، تخيل لما تشيل من 14 6، يعني فاضل معاك 8 لعيبة. مستحيل. منهم 3 مصابين، ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، مهيب. بالظبط، يعني عندك 5 لعيبة. فطبعا طلبنا، طبعا انت عارف ان احنا كنا طالبين نأجل المباريات وكده، ومش هنتكلم بقى في الظروف اللي هي دي، يعني دي كان واقع، كان واقع انتوا عشتوه. بالظبط يعني. فربنا كرمنا ان احنا بس قاعدين قبل الماتشات مش عارفين مين هيلعب عدد المسحة، مين هيلعب مين مش هيلعب. احنا كنا طلبنا المسحات دي تحصل بدري شوية بحيث ان احنا نقدر نتأقلم حتى مع الظروف الجديدة. صحيح. فما حصلتش. انت قبل الماتش بيوم، لا ده عمر طارق كمان ومحمد مصطفى مش هيلعبوا، طبعا كانت كارثة. عدينا الحمد لله من الماتش قبل النهائي، ويوم الماتش الصبح الساعة 1 الظهر 2 الظهر عرفنا ان ايهاب الحمد لله المسحه سلبيه وعمر المسحه سلبيه، بس ايهاب وعمر هيجوا من السرير على الملعب، يعني مش هيجوا مش متمرنين، يعني هي بس بامانه، بامانه الاثنين يعني كان ممكن يوصل لمرحله البكاء ان هم هيلعبوا. احنا هنلعب، هنلعب يعني هنلعب. عارف كوتش اشرف يعني نادرا لما عمل حاجه زي كده. بالظبط، يمكن رغبتهم وروحهم هي اللي لعبتهم. هي اللي لعبتهم، واحنا فعلا ما بداناش بيهم المباراه الاثنين، بس مجريات المباراه واصرارهم هم على البنش وجوه الملعب واللعيبه زمايلهم طبعا. يعني خلي بالك برضو، ما ممكن انا كلاعب اقول يا ده لعيب جاي ومصاب وهيلعب، ده اللعيبه بتسال من الصبح اخبار الناس، اللعيبه يعني شبه من الساعه 6 الصبح 7 الصبح كل شويه تليفونات، عمرو مسحه ايه، ايهاب مسحه ايه، لغايه ما الحمد لله المسحه سلبيه. تحس ان عمرو وايهاب لما وصلوا للفندق ان اللعيبه كده زادت قوه، يعني اللعيبه فعلا قلبها يعني قوي جدا، اللي هو احنا رايحين مش هنسيب الفوز، احنا هنروح. كان فاز الحمد لله، اديكوا فرصه ثانيه الحمد لله. ودي على فكره هي دي كانت برضو نقطه، ان احنا المرتبط النادي الاتحاد السكندري طبعا نادي كبير وعظيم وجهازه الفني على اعلى مستوى، والحاج محمد مصلحي راجل اصلا كان لعيب باسكت، فوجوده في مجال الباسكت بيسري الباسكت طبعا. لكن طبعا كانت من الحاجات اللي هقول لك شويه فيها نوع استفز لعيبه الاهلي، ان لعيبه الاتحاد لما اتصاب من عندهم 7-8 كورونا، فنادي الاتحاد اصر خلاص كده والماتش المرتبط بتاعه، اصر انه يلعب ماتش مرتبط، بس معناه ان هو جاي تقضيه واجب، ان هو جاي هيجيب اللعيبه اللي هي هتخسر عشان ياخد، عشان الماتش الكبير كده كده هيكسبه. دي كانت ليها عامل يعني عكسي عليهم، لان هي فعلا حفزت فريق النادي الاهلي بدرجه كبيره جدا. يمكن عمرو جه لك برضو، يعني شوف الصعاب دي كلها، انت الاول كورونا جات لك منين؟ هو ايهاب تقريبا اول واحد ظهر عليه في اسماعيليه، واحنا بعد ماتش الزمالك الاولاني هو تعب بين الماتشين ورجع للقاهره. بعد كده هو عرفنا ان هو كورونا، وانا اول ما رجعت من اسماعيليه كان في اعراض يا عمرو؟ انا ما كانش في الاول، ما عنديش اعراض، بس انا عزلت نفسي في البيت، قلت ادام ايهاب انا اكتر واحد صاحبي يعني، فانا هبعد شويه عن اهلي لحد تاني يوم. الاعراض وفعلا ما اتاخرتش، يعني تاني يوم سخنت وجسمي فضل وجعني كده يومين، وعملت مسحه طلعت ايجابيه. بعد كده من تالت يوم ابتديت الحمد لله اتحسن،
بس كان بقى فقدت حاسه الشم والتذوق ما كانتش موجوده. عرض مشهور. بالظبط. بس في لما جسمي ابتدى يتحسن ابتديت ان انا اتمشى في الشمس. ان انا لما انت قلت امبارح تنزل تجري شويه جريت كده مرتين ثلاثه، ما كانش احسن حاجه يعني لجهاز المناعه، بس قلت عشان لو ربنا كرمني ولحقت يعني ابقى قادر. طب انت عملت المسحه ليوم الماتش دي بالتنسيق مع الجهاز الفني، ولا انت اللي قلت لازم اعمل مسحه انا عايز العب؟ انا حضرتك انا عملت تقريبا اربع مسحات كل بعد خمس دقايق. هتعملها الصبح ولا بالليل؟ ايوه تقريبا بيتحايل على المسحه. لا بيطلع سلبي. يعني انا اخر واحده ايهاب لما عمل مسحه اول واحده طلعت سلبي، انا طلعت ايجابي لسه. فعملت واحده اخر واحده دي كانت اخر فرصه ليا انا عملتها، وكانت لازم نعملها في حاجه معتمد معتمد بالظبط. فراحت جامعه عين شمس. حتى انا فضلت لحد 7 الصبح مستني نتيجه المسحه قبل الماتش، والناس كلمت ناس في المعمل ادوني نتيجه اسم غلط، قالوا لي انت الله على الخطا. لا بالظبط. وانا نمت نمت ان انا خلاص انا مش هلعب الماتش. لقيت الدكتور بيصحيني الساعه 1 بالظبط بالليل، 1 الظهر. انا نمت انا لحد كمان ده خلاص. انا نمت ان انا خلاص طلع الاسم فيه غلط، ان انا اصلا مسحتي ما كانتش في المعمل، كانت في جامعه عين شمس، فهم ما يعرفوش عنها حاجه. وجامعه عين شمس بقى طلعت المسحه الساعه 1 الظهر. بالظبط من نيس وزاره الصحه ان انا سليم يعني. بس طبعا نطيت جبت السقف يعني ولا كنت في لمح بس عارف افلام الكرتون لما بيجي شويه الضباب كده وتلاقي بالظبط يعني الشخصيه انا خدت شنطه على ظهري ورحت على الاسماعيليه على طول. طب الجهاز الفني قال لما قلت للكوتش انا سلبي وعايز العب قال لك ايه؟ انا كنت هو زي ما كابتن احمد بيقول لك، انا من قبل انا كنت بجد مش قادر، انا كنت هموت والعب. ان انا كمان ان انا كان بقالي حوالي 5 ايام انا كويس. انا ما عنديش اي حاجه خلاص. فقط الشم والتذوق حتى لحد دلوقتي لسه مش 100%، بس انا بدنيا حاسس ان انا قادر يعني. مش هو ده اللي هيخليني اقعد اتفرج على ماتش النهائي بطوله. لازم المسحه. لا ما انا فاهم طبعا، بس لحد ما الحمد لله ربنا يعني كرمني وطلعت المسحه. ده هو كل يوم يكلمنا يا جماعه انا كويس انا هاجي. يا ابني ما ينفعش تيجي فين؟ نقول له تيجي فين؟ قاعد لحد والله انا هبقى انا كويس. لا ما تجيش خليك عندك. ولما جيت عمرو يعني على الماتش وعرفت طبعا المرتبط كسب وعندنا امل وبتاع، وبعد ما طلع علينا نادي الاتحاد 12 بوند او 13 بوند، حسينا ان انت يعني يلا وفي باسكت جه وقعدت تزعق في اللعيبه. انا كان عندي قدام يعني الحمد لله قدام ربنا كرمنا ان احنا سلام ان شاء الله. كنت متاكد ان احنا هنكسب. هو زي ما الظروف اللي هم حصلت دي من لعب ماتش المرتبط وعدم تاجيل الماتش ده كان حافز لينا احنا كلاعيبه. اتكلمنا كتير قبل ما ننزل الماتش ان انا يمكن انا وايهاب قلنا لهم، قعدنا اتكلمنا بالذات الناس اللي في مكاننا، انا وايهاب النهارده جايين نساعدكم. انتوا كنتوا ابطال في الماتش الاولاني وكنتوا قربتوا تكسبوا، بس انتوا تعبتوا. احنا اكيد مش هنيجي يعني مش احنا اللي هنبقى يعني صحيح مش هنيجي 100% واحنا بقى لنا اسبوع 10 ايام 12 يوم قاعدين، بس احنا جايين نساعدكم. بالظبط كده. احنا بعد الماتش الاولاني احنا كلمناهم على الروح اللي كانت موجوده، قلنا لهم احنا لو كنا فضلنا بنفس الروح دي ان شاء الله ربنا يكرمنا ويكسب. وده يعني الفرق معانا الروح دي. عمرو انت لعيب بطوله، خلي بالك انت لعيب بطوله. يعني ايه يعني لعيب بتعرف تجيب البطوله؟ انت حتى وانت نادي الجزيره كنت من اهم عناصر حصول الجزيره على بطولات كتير. فدي الروح دي ظهرت، بالاضافه ان انت اصلا اهلاوي، فالموضوع بقى بالنسبه لك يعني ما شاء الله اثرت تاثير كبير جدا. الحمد لله. زي ما حضرتك قلت انا اهلاوي وانا حاسس بجمهور النادي الاهلي. انا يعني مشجع قبل ما اكون لعيب، فدي برضو بتفرق شويه ان انت نفسك النادي الاهلي يكسب. وكمان الصراحه تعب الزمايلي كمان، انا كان حرام بعد المجهود اللي عملوه ده. ما تعبتش من تدريب عمرو يعني؟ انت نفسك ما اتكرش امبارح؟ انا حضرتك كان في لقطه كده كنت بتفرج عليها فوق وانا مع الزملاء يعني في بره كواليس، حسيت ان انت عايز انبوبه اكسجين. انا لانه مش يعني حسيتك تعبت. انا تعبت في التسخين والله. انا وانا بسخن في الماتش حسيت ان الموضوع هيبقى صعب. بس زي ما انت بتقول بقى في الاخر روح الفانيلا هي اللي بتخليك تلعب. انا خلاص ما بقتش حاسس بنفسي. انا اول ماتش خلص انا نمت على الارض، مش قادر اتنفس خلاص. انا وايهاب مش قادرين نتنفس خلاص. يعني انت من التسخين تعبان اصلا؟ والله مش قادر خلاص. يعني بجد يعني والله العظيم مشفق عليك انت وايهاب يعني بامانه. لعيبه تبقى راجع، بس خلي بالك يا كابتن احمد بقيه اللاعبين نجوم. وكان الماتش الثاني يعتبر الحلقه الثانيه يعني، في حلقه اولى سوبر، والخبطه او الرجوله اللي قدوا بيها في الملعب كانت هي الدافع ان احنا نقدر نكسب الماتش الثاني. بالظبط. لا يعني بصراحه كابتن هيثم يعني عمرو بالذات مع مودي ومع ابراهيم الجمال، ابص يا كابتن الروح من اكتر يعني الناس اللي بتدي اللعيبه روح. لو يعني تشوف تعاملهم مع عمرو زهران مع عبد الله
اتنين مع محمود وليد، بس بنتكلم على الاثنين اللي لعبوا امبارح. انت عيطت امبارح؟ ضغط الضغط كان عليك صعب. معلش يا ابني والله مقدرين ده. متخيل النادي الاهلي بيبدا فاينل دوري لعمرو زهران لعيب ناشئ اثبت كفاءه جدا، تغييره الاولى في الملعب لسيف سمير عبد الله 17 سنه، فالولاد اصابته ايه يا كابتن؟ طمنا. لا كدمه مفيش حاجه. الحمد لله. فتخيل بقى ان اللعيبه دي واقفه على رجليها بسبب وجود النجوم دي حواليها، هم اللي يعني شفت امبارح في تيرن اوفر عمله عبد الله. عمرو راح كلمه. عمرو كلمه وشجعه، حتى احنا قلنا ايه ده يعني، يا قوه اعصابك يا عمرو، تيرن اوفر في وقت قاتل وانت بتروح تقول له العب العب راجل وبتاعه وبتشجعه. بصراحه الموضوع بالنسبه للولد يعني، هو انت منزله الملعب قدامه اسطوره اسماعيل احمد وهيثم كمال لعيب دولي بقاله سنين، فبتتكلم فيعني دنيا. بص الحضن ده، حضن البطوله ده خلي بالك، عايزين نشوفه كتير عمرو والنبي. يعني بعد كل بطوله ان شاء الله تدي الحضن ده واحنا هنصوره، مالكش دعوه بس انت اديه. يعني بقول لك يعني الحاجه كانت، يمكن انت كمان يا كابتن احمد ليك دور كبير جدا في الصفقات اللي حصلت. والله يا كابتن هيثم يعني صدقني، عشان مش عايز انسب فضل لنفسي، لا احنا بجد، احنا عايز اقول لك ان ده اكنه يعني زي ورشه عمل. صحيح. انت بتتكلم وشخف على الناس ان ورشه العمل دي انت جزء منها، يعني كابتن هيثم السعيد جزء منها. لا لا جزء، لازم كل حد ياخد حقه. مودي وابراهيم الجمال اتنين من كباتن الفرقه جزء من الموضوع، طارق كابتن طارق الغنام، ناس كتير قوي يعني دايما كلنا في ظهر بعض بنحاول ان احنا نجيب للنادي زي ما مطلع ناشئين كويسين. لازم يعني الصفوه اللعيب، اي لعيب موهبه كبيره النادي الاهلي ده لازم يلعب فيه. انا عايز اعرف لك التفاصيل يا كابتن، معلش انا قطعت حضرتك، تفاصيل مهمه جدا، بس خليني زي ما اطلع لفاصل مهم. اعزائي المشاهدين اطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نتكلم كلامنا عن الصفقات اللي حصلت السنه دي، ولكن بعد الفاصل. كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب تبقى 2021 سعيده على مصر كلها والنادي الاهلي والاهلاويه وبطولات، وتبقى سنه تعوضنا كتير على اللي شفناه في 2020. بس خلي بالكم 2020 كانت حلوه برضو على النادي الاهلي، الثلاثيه وباسكت وبتاع وبطولات، في كل حاجه بيبقى فيها جانب مظلم وجانب مضيء، بس نتمنى ان شاء الله 2021 تبقى جانب مضيء دائما ابدا. وكل سنه وحضراتكم طيبين كابتن. يعني خلينا نتكلم في الصفقات، يمكن الميركاتو الاكبر في تاريخ كره السله المصريه. بالظبط، مش في الاهلي بس، ده في مصر كلها. بالظبط بالظبط، اتحط لنا قرار مخصوص يعني بيتهيألي ولا ايه عشان الصفقات دي يعني. يعني احنا ممكن نبدا بالصفقات اللي هي كانت اللي تعتبر فري، يعني محمد مصطفى هو من اولاد النادي وناشئين النادي ولعيب هاير ما شاء الله عليه. لعلمك فرق معانا جامد، افتقدناه جدا جدا. مودي الجرحي افتقدناه جدا، الدنيا كانت صعبه، افتقدناه جدا، اتحمل عليه جامد قوي. طبعا رجع بيته، يعني هو كان عقده خلاص خلص مع نادي مصر التامين ورجع بيته، اضافه قويه جدا للنادي الاهلي. احمد مهيب كان خلص عقده مع نادي سبورتنج، صفقه جميله. وكنت عايز، كان في حاجه لازم ارد عليها بمناسبه احمد مهيب من زمان قوي يا كابتن هيثم، ان على احدى القنوات طلع مدير النشاط الرياضي في نادي سبورتنج، احدى القنوات لنادي، وقال ان احنا ماضينا مع احمد مهيب ولسه الموسم شغال ودي مش اخلاق ومش اخلاق. عايز اقول لك ان قبل ما احمد مهيب يمضي في النادي الاهلي يعني، وكنت انا كلمت عضو مجلس اداره نادي سبورتنج الدكتور كريم سرور، كلمت المدير الفني كابتن وائل بدر، كلمت المدير الاداري كابتن سامح صلاح، قلت لهم يا جماعه، لا مش استاذنتهم بس، يا جماعه لو انتوا هتجددوا المهيب احنا مش هنخش في الصفقه اساسا، عشان ما نبقاش احنا عامل ضغط عليكم من لعيب. هم قالوا مش هنقدر نجدد له، فاستاذناهم ان احنا نمضي معاه، وهم كانوا على علم بيوم الامضاء، وكان نادي سبورتنج كان في الصوره في كل حاجه. استغربت جدا على الكلام ده كابتن احمد، انت قلته لا ده فعلا حدث بالفعل، إن, ان ان لما الكلام ده اتقال على قناه معينه، انه هجوم على النادي الاهلي ان هو كده بيبوظ الفرقه او بيمضي، لا ده من خلال نادي سبورتنج، يعني احنا دايما بنسلك القنوات الشرعيه. ده بالنسبه لمهيب. بعد كده احنا عندنا احمد حمدي كان في امريكا ورجع علينا، كان عنده يعني كذا عرض، هو فضل النادي الاهلي وهو لعيب محترم، هو ممكن الناس لسه مش حاسه بوجوده. لا 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 ده مؤثر جدا طبعا، حضرتك عشان لعيب باسكت ودولي وفاهم، فممكن تعرف ادوار اللي هو بيأديها في الفرقه، بس هو لسه برضو ما الناس مش حاسه ان هو لسه اندمج قوي في الفرقه، بس صدقني هو خامه مبشره ولسه هيدي. خلينا نكمل احتفالنا على طريقه مؤمن زكريا، ويعني الاحتفالات دي بتبقى ليها يعني شكل تاني. فعندنا اللي انتوا عملتوه جميل كمان امبارح، خلينا نبتدي يعني معانا مفاجاه، معانا عمر طارق. ازيك يا عمر؟
ازيك يا كابتن هيثم؟ ايوه كده ايوه كده، عايزين الضحكه بس بربي دقلك ليه يا عمر؟ لا ده انت خلاص المسحه هتبقى سلبيه كمان يومين. يا رب ان شاء الله، اديني قاعد مستني اهو ان شاء الله يا رب. الف سلام عليك يا عمر، افتقدناك امبارح وافتقدنا طبعا وجودك في الملعب، مش انا كمشاهد يعني افتقدتك واللعيبه كمان والجهاز الفني افتقدوك، طمنا عليك الاول. والله الحمد لله، يعني اللي هو اول يومين بس هما اللي كانوا صعبين شويه، اللي هو اليوم اللي انا رجعت فيه من اسماعيليه وتاني يوم، ويعني النهارده الحمد لله احسن شويه، يعني في الاعراض طبعا كلها الكحه والتكسير والحراره وكده احسن النهارده يعني الحمد لله، وفقدان الشم والتذوق، بس يعني الحمد لله هو الحمد لله دلوقتي احسن من قبل كده. يعني قول لي شعورك ايه امبارح وانت بتتفرج على الفرقه وانت نفسك تكون في الملعب، يبقى قاسي جدا الشعور ده على اللاعب. لا حاجه يعني صعبه جدا 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 يعني، وتقدر تسال عمرو وطبعا كابتن احمد الجرحي، يعني شعور صعب جدا طبعا ان انا بقعد بره مش قادر ان انا اساعد فرقتي، مش قادر ان انا العب معاهم، والفرحه طبعا يعني مش قادر اوصف لك الفرحه كانت عامله ازاي بعد ما كسبنا الحمد لله، يعني قمت كنت بتنطط وبزعق لدرجه ان انا يعني تعبت جدا بعد الوقت طبعا. ده يعني قعدت اكح جامد جدا بسبب الزعيق وبسبب الانفعال مع الماتش يعني، بس الحمد لله في الاخر يعني جت فايده وكسبنا الحمد لله. الحمد لله. عمر قول لي، يمكن والماتش شغال في كوره، الف سلام عليك يا عمر، الف سلام عليك يا حبيبي، ان شاء الله تتحسن وتبقى كويس وان شاء الله تبقى في الملعب قريب. اكيد في كوره شفتها في الملعب في الماتش في بتاع قلت يا ده لو موجود ما كانتش الكوره دي راحت. لا والله الحقيقه يعني انا يعني اللعيبه كانوا كلهم رجاله والفرقه كلهم رجاله، ويعني انا عايز اشكر بقى طبعا يعني انا شخصيا، لان اللي هو شال مكاني وشال البوزيشن بتاعي سيف سمير، يعني بحييه طبعا جدا جدا جدا، وعلى الماتش الاولاني كمان اكتر من الماتش الثاني، اللي هو الماتش الاولاني تقريبا لعب 40 دقيقه كاملين ما طلعش ولا دقيقه من الملعب، والماتش الثاني لعب فوق 30 دقيقه، ف يعني راجل بمعنى الكلمه يعني، وقدر ان هو يشيل المسؤوليه في غيابي وفي غياب عبد الفضيل طبعا، وبقيه اللعيبه طبعا كلهم يعني مش قادر، يعني عمرو وايهاب طبعا يعني الناس كلها اتكلمت وانتم اتكلمتوا عليهم كتير ان هم يقدروا يجوا من، يعني انا دلوقتي حاسس باللي هم كانوا فيه، فان هم يقدروا يجوا من التعب ومن المجهود يعني من التعب اللي هم كانوا فيه ده ويجوا يلعبوا على طول كده، دي طبعا يعني حاجه هتحسب لهم جدا. وبقيه الفرقه بقى مش عايزين برضو ننسى يعني دور بقيه الرجاله بتوع الفرقه، ومن زي ما قلت لحضرتك من الماتش الاولاني، لان انا كنت موجود من الماتش الاولاني، كنت موجود في الاوتيل لحد قبل الماتش بثلاث ساعات تقريبا، يعني انا مشيت لما اتاكدوا خلاص ان نتيجه المسحه ايجابيه، مشيت من الاوتيل حوالي الساعه 5 تقريبا او 5 ونص، والماتش الساعه 8 ونص، وكنت شايف الاجواء عامله ازاي وشايف الدنيا عاملة ازاي والتوتر اللي الفرقة كانت فيه واللعيبة كانت فيه، لسه مش عارفين مين هيلعب ومش عارفين مين مش هيلعب ومش عارفين أي حاجة خالص يعني، وكل شوية يقولوا لنا ناس إيجابية وناس سلبية فيعني إن هم ينزلوا اليوم ده ويلعبوا بالمستوى اللي هم لعبوا بيه ويظهروا بالأداء ده ونبقى كسبانين وطول الماتش كسبانين يعني، وفي الآخر الماتش اتخطف مننا يعني، فبحيي كل الرجالة وكل الأبطال اللي في الفرقة يعني. احنا اللي بنحييك يا عمر وان شاء الله تبقى كويس، اهم حاجه عندنا سيبك من البطولات وسيبك من الدوري، اهم حاجه سلامتك وصحتك وان انت ترجع وسطينا تاني، دي اهم حاجه عندنا يا عمر. طبعا عمر طارق انت لعيب جميل ولعيب مؤثر، وان شاء الله نشوفك قريب في الملعب. بشكرك يا عمر. يا رب ان شاء الله، ومزيد من البطولات ان شاء الله نحتفل بيها مع بعض ان شاء الله يا عمر باذن الله. عمر طارق عبر السكايب طبعا من العزل المنزلي، بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله منتظرينك قريبا في الملعب، وان شاء الله تنورنا في الاستوديو باذن الله ان شاء الله. شكرا كابتن عايز. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل سريع عشان نرجع نكمل كلامنا على الكواليس، كواليس المكسب والانتصارات، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما كنا ودائما ابدا ضد التعصب. الحقيقه في ناس بتتعمد تعمل حساسيات ما بين الاتحاد السكندري والنادي الاهلي، وخاصه يمكن اسماعيل وعمرو الجندي واللقطه اللي حصلت في المباراه، ودي بتحصل في كل ملاعب العالم. اتحاد السكندري كل اتحاد تقدير للنادي الاتحاد وجهازه الفني ومجلس ادارته والجماهير الكبيره طبعا. مستحيل ابدا حد هيدخل ويعني يبتدي يتك او يبتدي يدوس على الحته دي. يمكن عمرو كلامي صح ولا حاجه، يمكن في السوشيال ميديا في ناس
بتعيش على الموضوع ده. ممكن تنزلت فيديو كمان بخصوص الموضوع بالظبط. انا وضحت عشان حسيت ان هم عايزين ياخدوا من فرحتنا ويودونا بقى لحته تانية خالص، ان احنا بقى لسكه يعني مش رياضه خالص. فانا حبيت ان انا اوقف الكلام، حتى في ناس في يعني حاجات في تجاوزات. لسه كنت بتكلم مع كابتن احمد الجرحي ان احنا غالبا في ناس هناخد قدامها يعني موقف في المباحث الالكترونيه عشان التجاوز اللي حصل يعني. بس النقطه اللي هنتكلم فيها ان انا كابتن اسماعيل هو ده اسطوره ويعني اكبر مني سنا، واكيد انا بحترمه يعني وبحترم فريق الاتحاد. انا ما تجاوزتش في حق حد خالص. انا كل قلته بعد الماتش احنا الاهلي احنا خلاص احنا ان شاء الله نكسب كل البطولات، وده من حقي ان انا بحتفل بفريقي في وسط جمهورك بالبطولات دي. بالظبط. واحنا مش موجهه ضد حد، مش موجهه ضد حد، وضد حضرتك بتتكلم ان احنا كسبنا بطوله في ظروف استثنائيه، غيابات و مساحات بتطلع متاخر، وبتلعب من غير عمر طارق احسن سنتر في افريقيا، بتلعب من غير عبد الفضيل، بتلعب من غير مودي في ظروف صعبه، جايين من البيت وكل ده، والحمد لله ربنا بيكرمنا وبنكسب. فانا طبيعي الواحد يبقى مضغوط، وده نفس ملعب حتى لنا كابتن اسماعيل يعني كلمته بطريقه ممكن مش كويسه. انا اصلا في صديق بينا يعني صديق شخص ليا وليه، كلمه هو وتواصل معاه ووصل له فكره نظري، وان انا ان شاء الله هكلمه بكره كده ان شاء الله عشان اقفل الموضوع خالص. ده اللي بيني وبينه، وده اللي بين اسر كره السله اللي احنا كلنا. ونرفزت الملعب طبعا اكيد، واكيد اسماعيل لعيب كبير. لا هو قال له اصلا ده زي اخويا الصغير وانا ما عنديش معاه مشاكل يعني. بس انا برضو يعني حتى لو واحد زي اخويا الكبير زعل مني ما ينفعش يبقى زعلان مني. بس احنا في الاخر انا بقول لك انا حتى يعني ما غلطتش فيه يعني. هو كل يعني ملعب، هو حاجات في الملعب انا بحاول اكسب وهو بيحاول يكسب، فما فيش اي حاجه. هو زي ما اسطوره مسيره مشرفه، بس انا عايز اكسب وهلعب بنفس الروح ونفس الحماس في الماتشات الجايه، ان انا عايز اكسب برضه. وما نديش فرصه يعني للفتنه زي ما بيقولوا. احنا يعني اسره واحده ويعني وبلد واحده، احنا ضد التعصب تماما وضد ان يبقى في عصبيه. احنا كمان كره السله يعني عيله واحده. صحيح. احنا غير الالعاب الثانيه احنا الاسره كلها قريبه من بعض. انا لعبت اتحاد لاخواتي، كابتن احمد اسماعيل اخويا الكبير. انا كنت في مدينه اسكندريه بتمرن في المنتخب في نادي الاتحاد، الناس محترمه وبنقابل الجماهير نادي الاتحاد الصاله جوه النادي، محدش بيعمل لنا حاجه يعني، بيعاملونا باحترام والدنيا كويسه. صحيح. فما نخشش بقى اللي عمرو غلط. انا ما غلطتش في حد. انا كل قلته ان انا بوعد جماهيري ببطولات، وان احنا ان شاء الله الوقت الجاي يبقى وقتنا. مفيش اي يعني، انا قصدي اقول يعني يا جماعه مش لازم يعني كل حاجه نحاول نلاقي لها طريقه ان احنا نزود التعصب. يا جماعه دي رياضه، احنا بنقول كل الاحترام والتقدير لنادي الاتحاد ولاسماعيل احمد بالاخص. اسماعيل احمد لاعب اسطوره كبير جدا. انا اتكلمت معاه الصبح يا كابتن هيثم. هو اسماعيل دماغه كبيره طبعا. يعني هو لعيب زي ما حضرتك بتقول كده اسطوره وكلنا بنحبه، وشرف ان هو موجود لغايه دلوقتي في الملاعب. ده يعني حاجه ما شاء الله يعني في السن ده ولسه بيلعب بالمستوى ده. فلا اسماعيل يعني حتى لو كان زعلان مع عمرو، كل قصه عمرو انه في الملعب كان بيحاول يضغط عليه نفسيا، ودي امور مشروعه يعني. صحيح. بدون تجاوزات بدون الفاظ او ما تلفظش يعني. تقول ايه اللي بيحاول؟ اصل انا قريت وجالي حاجات. تقول ايه اللي بيحاول يعني يعمل تربه خصبه للازمات والمشاكل؟ تقول له ايه؟ لا هقول له ابعد عن الباسكت، ما تشجعش باسكت، شجع اي رياضه ثانيه. احنا في الباسكت كلنا اخوات وكلنا نعرف بعض وكلنا يعني. انا هقول لك ان السنه فاتت الاتحاد فاز بالثلاث بطولات. والله صدقني ان كل جهاز النادي الاتحاد الاداري والفني انا مكلمهم واحد واحد في التليفون مبارك لهم، وفي الماتشات بنسلم على بعض، وهو اللي كسبان. كنت انا اكلمهم واحد واحد بعد الماتشات ابارك لهم. فمفيش بينا كده. المفروض ان احنا بننتظر ان هم يباركوا لنا على البطوله، البطولات اللي جايه. انت عارف في الباسكت عندنا مفيش احتكار خالص، صعب. انت خالص. عندك خمس ست فرق زي فرق. بعض ده حتى اللي بعيد عن السته بالزبط. وارد تروح تلعب الثامن تخسر. بالظبط. يعني انت بتتكلم في، وده حصل على فكره. يعني ده حصل يعني. نادي الزمالك خسر السنه دي من التأمين، وخسر نهايه كونس السويس يعني. فاهم؟ وارد جدا. انت بتتكلم ان لا يعني اقول لهم الباسكت احنا بنقدر اسكندريه. مين فينا كابتن هيثم من وهو في الناشئين ما بيحبش يلعب في استاد اسكندريه؟ ما بيحبش يشوف جمهور اسكندريه، حتى وهو في الفاظ من الجمهور كانت بتبقى بدعابه. صحيح. كنت يعني بتبقى مبسوط حتى وانت بتسمعها. كنا بنبقى رايحين مبسوطين واحنا بنلعب هناك. بالظبط. اسكندريه يعني او نادي الاتحاد من اكبر الفرق في كره السله على مستوى الوطن العربي. طبعا.
في ناس بس في عقلاء برضه زي ما لك زي كابتن عصام مجاهد، راجل بيشجع فرقته جامد جدا. بس راجل النهارده كاتب النهارده على فيسبوك يعني بيقول للناس يعني مبروك للاهلي هارد لك للاتحاد، وحتى لو في حد تجاوز مش احنا مش عايزين نكبر المواضيع. صحيح. ده احنا عايزين الامثله اللي زي كابتن عصام تبقى دايما هي اللي بتوقف الناس عند متصدره المشهد طبعا. فمن هنا احنا يا كابتن احمد انا اسف اني قطعتك امبارح، احنا كنا قلنا في الاستوديو احنا اكتر مكان سعيد ان يبقى فيه فريق سيدات في اتحاد اسكندري. بالظبط بالظبط. ونادي نادي اتحاد اسكندري طول ما بيبقى قوي في الباسكت المنتخب قوي، المنتخب قوي والدوري قوي. يعني نادي اتحاد اسكندري ده طرف اساسي في كره السله، فهو مربع طول عمره اهلي زمالك جزيره اتحاد، يعني طول عمر الاربع فرق دايما طول ما بيبقى فيهم منافسه طول ما منتخب مصر قوي. فاحنا لا بنقلل من نادي الاتحاد، العكس نادي الاتحاد انت 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 يعني نادي الاتحاد كبير، انت عشان كده انت مكسبك كبير. صحيح. فبنحييهم وبنحيي كابتن مرعي وجهازه واللعيبه وعلى راسهم السمعه طبعا. اكيد. طب قول لي دي الناس بتقول لك دي القضيه ممكن برضو بتشبهها اصل سيف عمل حركه عفويه، انت عارف سيف لما عمل كده قعدت تقول له لسه في الاستوديو يعني تحس ان هي القضيه ممكن، بس بقول لك ايه خلعت عمرو الجندي اديها له اهي عمرو. لا مش دي اللي قبليه، انت اديتها له عمرو صح؟ انا بص عمرو اديها له، انت قعدت مرقد انت شايفه انا شفته عشان هو انا وكنت بلعب هيثم 1-1 فانا لمحت ان كابتن اسماعيل جاي عايز ياخد الهيلب وكان متاكد ان انا اللي هلعب على الباسكت فهو ابتدى يبعد عن سيف ويقرب مني، فانا استنيت لحظه معينه ان هو قرب قوي بس سيف بص في عينيك. ايوه انا بصيت له ورحت مديها له، اول ما كابتن اسماعيل اتقدم خطوتين زياده شويه هو سيف اتحرك كويس قوي فرحت انا بص انت عملت قلم تقلع الكوره بص كابتن اسماعيل بص دي الاول بدات بالدايف بتاع هو قال لك سانج ايه ده وفي امريكاني بيعمل دايف كده لا بس بص هتلاقي سيف يا كابتن هيثم زي ما بقول لك بص سيف ممكن يفضل واقف مكانه بس سيف اتحرك كويس قوي بص اتحرك العكس كوره وفنشها وهو يستاهلها يعني يمكن دي الناس هتفتكرها له لان سيف فعلا مجمل الماتشين يستاهل ان هو يبقى ليه حاجه الناس تفتكرها يعني صح. بصمه يعني الدنك اللي حطه في الاخر كان مين دهول انت ولا كان مين عمرو؟ لا ما كان في دنك حطه في الاخر ايهاب ايهاب الدهول والكره دي خلعت قلوبنا الكره دي خلعت قلوبنا بص ايهاب ايهاب وقع على الكاميرا خلي بالك هو مقاتل ايهاب وقع على الكاميرا يعني انا لسه بقول فوق كان ممكن يتعور بس كان في فدائيه ما شاء الله. طب وكمان التشارج ده بس عايز اقول حاجه برده يا كابتن ابو النصر رجولة الدنيا طبعا. والآخرة مقاتل برضه أبو النصر لا احنا لازم نديله حقه بأمانة كابتن هو يعني جندي المجهول يعني لا ده ما بقاش مجهول المجهول المعلوم بقى مجهول هو المجهول المعلوم أنا لسه كنت بتكلم معاه قلت له أبو النصر البطولة دي إن شاء الله تبقى بتاعتك أنت هو لعب كل الماتشات من أول دوري مرتبط وما غابش ولعب كل الماتشات وما شاء الله عليه مستوى ثابت موجود في أي وقت بيلعب بيدافع كمان يا كابتن عمرو بيعمل كل حاجة ما شاء الله عليه رجولة هو وحاتم البحيري. أنا عايز أقول لكم يا جماعة عمرو بيتكلم على أبو النصر وفي مركزه يعني اللي بيشيد بيه أبو النصر في مركز عمرو واللي بيشيدوا ببعض واللي الروح جميلة بص عمرو حافظوا على الروح دي بص هو إحنا فنيا كل إحنا الفرق في كذا فرقة جابوا من بعض احنا انا الفرقه اللي بتحب بعض اكتر وعندها روح اكتر هي اللي بتكسب البطوله يعني بص الجمال جايب محمد مصطفى لا يعني هو الجمال دوره كبير قوي 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 بره الملعب هو موت الجرح الصراحه يعني الجمال كمان انا حاسس بفرحته ان هو بالظبط كانوا معانا والله لا انا عايز اقول لك ان انتوا يعني ابهرتونا بالروح يا كابتن احمد ايه قصه اليكس ده بقى طلع درجه ثالثه ده عدى مرحله انه بقى مشجع كان نفسي تشوفه وهو بيعيط بعد الماتش بيعيط لا كابتن طب صور الكلام ده وابعته لي والله ما حدش فاضي للتصوير لا بعد كده ان شاء الله هتفضل ان شاء الله البطولات جايه كتير باذنك يا رب باذنك يا رب اليكس لعيب محترم جدا بيتمرن بمنتهى الجديه بيحب الفريق كله بيحبه هو لعيب مؤثر جدا بالنسبه لنا التايم اوت ده يا كابتن انا يعني انت الكابتن اشرف سمعناه بيقول معلش يا جماعه هاتوا لي حته بالدم الديفنس بالدم هاتوها لي تاني دي يا جماعه بس عايزين نقول بس ان الديفنس بالدم دي يعني مش هنعور حد يعني يعني احنا قصده بقلب يعني بقلب خش منه الراجل ده مع هيثم سيكويز وكلمه بدري سيكويز مع هيثم فهعدي من تحت مش كل مره الراجل يروح يا جماعه ياخد كده خلاص ركزوا في التعليمات اللي بقولها بليز اوكي مستر بدري دلوقتي يا جدعان هنطلع دلوقتي
صراحة هو بيتعب. يعني لما كوتش أشرف يبقى بالسن ده والمكانة دي وينزل بركب وإيده على الأرض بيتعب كابتن هيثم. ولازم كابتن يعني يمكن أجيال الجديدة يعني يمكن إحنا التلاتة اتمرنا مع كابتن أشرف وأنت أكبرنا ولعبت معاه في المنتخب. طب كابتن خلينا نسمعها تاني. ما يخشش منك الراجل اللي هنزل ده دلوقتي مودي ده على ميدو ما يخشش منك. انا بتكلم بقى انا فاهم الدي ناي كل ما فيه انت شايف ايهاب امين ضاغط او كنترول مخلي الراجل زي ما انت عملت الدي ناي عشان احنا جيتك عشان الدي ناي كلنا اللي ما خدناش الكوره تعال اديها الاول ده انا اجي ايفن يو جيت ذا بول اف يو جيت ذا بول تو ريست بريك اوكي ميبي حد لازم يعمل. المهم يا كابتن احمد قول لي يعني دلوقتي بقى انا عايز اطمن من حاجه معلش بقى انتوا هنقفل صفحه البطوله دي ان شاء الله. طبعا احنا قفلناها خلاص يعني احنا عندنا اللي جاي ايه؟ احنا عندنا الجاي ان شاء الله كاس مصر هنلعب دور ال 16 فيه معانا مين لسه اللي هيكسب من الترام والنادي الشرقي للدخان تمام وهنمشي بقى ان شاء الله في كاس مصر تقريبا بيقف كاس مصر مين اول يقف كاس مصر وبعدين بيقف في الدور قبل النهائي يعني قبل الدور قبل النهائي دايما بيتلعب قبل سكتنا حد مهم في 8 او حد من الكبار مفيش حد من المربع الكبير لا اصحاب الجهاد اظن مفيش حد يعني من احنا اول تصادم مع الفرقه الكبار الزمالك وسموحه بالظبط بس كنت عايز اقول بس كابتن هيثم عشان بقول الاجيال دايما الجديده اللي هي على فيسبوك او بيشجعوا ممكن ما حضروش تاريخ كابتن اشرف مع النادي الاهلي وتاسيسه لفرقه النادي الاهلي في اول الالفينات او اخر التسعينات لو تفتكر الجيل اللي كان بيلعب قصادك فكابتن اشرف حقق بطولات كتيره هو حق يعني يمكن البطوله دي بتديله يعني جزء من حقه ان اللي ما يعرفوش يبدا يشوف شغل كابتن اشرف شوف بصماته شوف فرقه النادي الاهلي دلوقتي في عنده النادي الاهلي عنده فرقه دلوقتي تنافس 10 سنين تمام ثلاث اجيال ودي بتبقى قوه المدرب ان انت مش بتيجي عشان عايز تكسب بطوله وتمشي لا انت لازم تبني للنادي المكان اللي انت فيه فريق فكابتن اشرف فعلا بيتعب كابتن اشرف متعب في الشغل لاي لعيبه او اي مدرب او اي حد بيتعب مع كابتن اشرف لان هو يعني دايما قلم ورقه يعني انت دايما هو ما بيسيبش حاجه للصدفه التفاصيل القليله دايما احنا بنشتغل عليها يمكن اللعيبه بتحس بكده والجهاز بيحس بكده ففعلا هو يستاهل هو كابتن سالم مصطفى يمكن هو يعني انا يعني مش يعني اسس لكره السله الحديثه في مصر هو اللي دخل الديفنس الحديث ودخل الاوفنس ودخل البليز الجديده هو درس وشاف وراح صربيا وراح روسيا يعني بالظبط انا يمكن انا محظوظ ان انا بشتغل مع اثنين مديرين فنيين في نفس السنه يعني كابتن سيد مصطفى وكابتن اشرف توفيق الاثنين مجهول كمان بس لا كابتن سيد بصراحه ما شاء الله عليه يعني دوره مهم وكبير جدا في الفرقه ويعني حاجه بصراحه مدرب كبير فالنادي الاهلي محظوظ ان هو بيمتلك الاثنين دول في وقت واحد اثنين فعلا ما شاء الله بيحبوا النادي الاهلي جدا كويسه في الجهاز واتنقلت اللعيبه بقت الروح كويسه في اللعيبه يمكن عمرو انت قلت لي واحنا بنسجل معاك في النادي قلت لي ان انا مستني بطوله افريقيا انت كنت حضرتها وجيت بطوله افريقيا الانديه طبعا نفسك تلعبها رجال ولا لا اكيد طبعا ده يعني احنا اهداف حاطين اهداف قدامنا السنه دي ان احنا ان شاء الله اول بطوله خدناها لسه عندنا بطولتين كمان او ثلاث بطولات كمان والاهم الدوري العام عشان نقدر نشترك السنه الجايه بطوله افريقيا طبعا بالظبط بتاعت الافرو ليج احنا سكواد دلوقتي مع جهاز فني ومع دعم الاداره احنا فريق نقدر نروح بعيد نقدر نعمل نكتب تاريخ لنفسنا والمكان اللي احنا فيه ان احنا ان شاء الله نكسب تبقى حقبه كده تبقى حقبه النادي الاهلي مش اللي احنا بنخطف بطوله ونغيب سنه ونكسب بطوله عجبني روحك يا عمرو بالظبط احنا عايزين كلام مهم وكلام ده لعيب البطوله اتاخر ان هو يجي النادي الاهلي يا كابتن ايس كان المفروض يجي من بدري والله بس عايز اقول لك ان هي يعني ايه تاتي متاخرا 29 يوم ما تخبرونيش بصبرونيش لا يعني احنا كنا قاعدين في 20 سنه لا عايزين انت اول معسكر منتخب كنت معايا في ليبيا كنا قاعدين في الاوضه مع بعض انت كنت عندك 17 سنه انا كنت يعني وكان ما كنتش اعرف انام منه كان هو هايبر شويه وصغير اكتر من كده وكان انا بحب انام اضلم الاوضه هو ما كانش يضلم عايز الاوضه منوره هو اصلا خفاش ما بينامش لا عمرو عايز انام ضلم يا ابني يقول لي يا كابتن انا مش عارف انام لا كانت ايام حلوه والله وانت من طلعتك يعني لاعب كويس يعني ولاعب مهم طب قول لي يا عمرو فخور ان لعبت جنبك وجنب الجيل الذهبي يعني مصر اكيد ان شاء الله قول لي برضو عمرو يعني يمكن الغيابات اللي حصلت وانت غبت ولعيبه ما كانتش موجوده والفرقه لعبت من غيركم
اكيد لما نكمل كلنا ان شاء الله يا رب باذن الله وما بقاش في حد ناقص هتبقى الموضوع مختلف تماما. هيبقى طبعا طبعا احنا محتاجين وقت. على فكره انا ده تاني ماتش رسمي العبه جنب ايهاب امين مثلا في النادي الاهلي. ايهاب كان غاب مصاب صح في دوري المرتبط بعد كده رجع لعب ماتش الزمالك الاولاني لعبنا مع بعض قدرنا نكسب ما لعبش التاني. بعد كده ما لعبش التاني وانا وهو ما لعبناش ماتش سبورتنج ولعبنا ماتش النهارده امبارح بس. فانا انا في لعيبه لسه ما لعبناش ولا ما اتمرناش يعني كتير مع بعض لسه عندنا احسن ولسه في التفاهم ما وصلش ال 100% بس الفوز كان مهم. تباعا ايهاب ممكن ما يكونش لعب كتير مع عمرو عمر طارق لا ما لعبش ماتش بقى واحد ماتش الزمالك بس يعني فاحنا يعني دي حقيقه دي حقيقه فاحنا لسه ما وصلناش ل 100% احنا اللي عوض يعني الانسجام الفني الروح والحماس بتاعنا احنا لو قدرنا بالروح والحماس دي نستمر ونكمل ونتمرن مع بعض اكتر ونشارك في ماتشات بطولات اكتر ان شاء الله بقول لك حضرتك يعني يبقى عندنا فرصه ان احنا نكتب يبقى جيل يعني جيل يعمل لنفسه 10 12 بطوله في النادي الاهلي يعني انت عارف يا عمرو انت عملت حاجه كويسه قوي. انت عارف انت لما بيبقى عندك فحمه بتبقى ولعه تحط في فحم فبتولع الفحم اللي حواليها بالظبط ده مثال بالظبط اللي هو بيحصل يا كابتن هيثم. يعني عمرو الجندي بامانه امبارح واحنا بنتفرج والفرقه بدات معنوياتها تهبط لما حصل توفيق عالي جدا من الاتحاد السكندري عمرو اللي سحب الفرقه وقفها بروحه. ده لو شفت اللي حصل يعني كمان اللي جوه اوضه اللبس اكتر من اللي قدام الكاميرا اللي جوه اوضه اللبس يعني فعلا كتله حماس هو بدايه هو الشراره الاولى ليها ومعاه مودي ومعاه جمال وفوقوا الفرقه احنا كنا مغلوبين فرق 10 وسيف سيف فعلا سيف يعني بصراحه صدقني سيف يعني في احسن مستوياته دلوقتي يمكن قبل الكورونا كمان كان اعلى واعلى ولان انا بشوف ناس كتير ساعات بتيجي على سيف لكن سيف سمير لعيب كبير ولعيب مهم وكسبنا بطوله اهو الحمد لله وان شاء الله هيكسبنا تاني بطوله وربنا عوضه عن التعب وده بالقضيه بالظبط يعني احنا دلوقتي كمان احنا الجمال راجع من كورونا صحيح. وحاتم راجع من كورونا وصيف راجع من كورونا بالظبط فانا حتى الجمال طلع من كورونا داخل في سبلين بس ما شاء الله يعني ماتش الذهاب كان موفق جدا لعب كويس وامبارح ولسه الجمال السنه دي يعني من قبل الوقف ما نوقف وقف المنتخب ما شاء الله كان من احسن اللعيبه ثباتا على المستوى في اول دوري مرتبط واحنا السنه دي ان شاء الله يعني احنا زي ما قلت لحضرتك احنا لعيبه كتير وكلنا نقدر نشيل بعض كل واحد هيبقى عنده وقت في الموسم هو اللي هيشيل الفريق ومحدش باصص لحد ودي اهم حاجه ان احنا كلنا حاطين هدف قدامنا ان احنا ان شاء الله نحقق بطولات للنادي الاهلي يعني. طب وكابتن شريف الجندي بقى باباك رايه ايه في القصه دي بقى وهو طبعا دلوقتي يعني يروح يتفرج على ماتشات الجزيره ولا يتفرج على ماتشات الاهلي انا سيطرت خلاص ماما بقت اهلاويه بس خلاص هو خلاص يعني لو اهلي وجزيره مع بعض خلاص انت كده دي سيطرت بس بابا لا ما هو اصلا مانو عاصم اهلاويه في الكوره برضه انا فاهم بس هو دلوقتي الباسكت بقى فيه العيله مشتته دلوقتي بين الفرقتين بس خلي بالك نادي الجزيره جيراننا وحبايبنا ناس محترمين جدا طبعا ومعامله كانت شيك في انتقال عمرو وعمر فيعني لا نادي الجزيره نادي كبير وليه تاريخ ونادي الجزيره دايما بندي مثل بيه ان هو النادي اللي عمل يعني عمل المعضله ما شفتهاش في التاريخ ان انت لما يعني دايما المكسب بيجي اداره ولعيبه ومدير فني وجمهور دايما كان هو عنده ضلع ناقص الجمهور وبيكسب بطولات ودي كانت حاجه صعبه جدا صحيح. مش دلوقتي مش زي الانديه في انديه اجتماعيه كسبت بطولات دلوقتي نادي الجزيره كان بيكسب في عز ما الصاله كانت بتبقى مقفوله 10000 متفرج و15000 وما قبله بالظبط طبعا. كابتن احمد بشكرك شكرا جزيلا والف مليون مبروك نورتنا وشرفتنا يا كابتن. اشكرك كابتن هيثم واتمنى من ان شاء الله اتحاد الباسكت ان احنا خلاص اللي فات مات زي ما بيقولوا ان احنا دايما يبحثوا دايما ان احنا نلعب بطولاتنا احنا كاملين والزمالك كامل والاتحاد كامل والجزيره كامل واللي ربنا كرمه وموفقه هو اللي يفوز ان شاء الله. خلي بالك احنا ما خلصناش احنا في تورته بس هنطلع فاصل انا بشكرك بس ماشي. على اللقاء بس التورته جايه ان شاء الله. عمرو نورتني وشرفتني وبعد الفاصل في تورته كده عمرو بس الوزن دايت بقى بس انت ترى الهفتان شويه الدور كان صعب ان شاء الله. خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين وهنرجع التقليد اللي احنا طبعا ابتدعناه منذ البدايه وهنظل عليه ان شاء الله تورته بنجيبها ونقطعها مع الابطال ولكن بعد الفاصل. والفرق في حبنا للأهلي
الفرحة حلوة جدا جدا جدا، وزي ما قلت لكم دايما لما الفرحة بتيجي بعد مجهود ومشقة وتعب وكورونا ومعوقات انتوا عارفينها، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما بيكرم بعد صعاب زي دي بتبقى الفرحة كويسة. وكمان احنا على قد المكسب على قد ما بنكبر التورتة شوية، يعني التورتة ما كانتش كده، احنا كبرناها عشان بطولتين، فيعني كل ما هنكسب يعني كابتن احمد بيتهيألي الدنيا عمر عامل دايت اصلا، عمر عامل دايت كوس يعني نص التورته دي عامل كده بس نص التورته كده هيبقى يعني كريمان بقى تعبت معايا الفتره اللي فاتت. بتهيألي برضو يا كابتن لما بتلاقي الدنيا يعني الناس حاسه بمكسبك وحاسه بقد ايه انت كسبت، سواء جمهور سواء قناتك سواء النادي، ده بيضاعف الفرحه معاك اكيد طبعا اكيد. ده دي رايك ايه؟ اه طبعا انت قاعده ساكته طارق بصل التورته مركزه انت بس بجد والله لازم بجد نشكر قناه الاهلي جدا على الماضي معانا في اسماعيليه ومغطي كل الماتشات والاستوديو كله والناس بجد اللي عملوا التورته دي شكرا جدا. لا انا عايز اقول لكم ان يعني الابطال لما خدنا اسمه خدناه منكم، لانه احنا 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 مش ابطال، احنا كنا مثلا ابطال بس دلوقتي مين الابطال؟ هو انتوا. وفي وقت من الاوقات احنا احترنا في اسم البرنامج كتير، بس الحقيقه النادي الاهلي مليان ابطال. كابتن ياسم اللي انتوا دايما بتعملوه ده واسم النادي الاهلي واللي دايما اللعيب بيشوفه ده بيبقى عامل جذب للعيبه، يعني عمرو تقريبا خد بطولات كتير ما شاء الله، بس امبارح حس احساس مختلف هو بياخد بطوله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي فعلا بطولته بتبقى كبيره ايا كانت البطوله دي ايه، بطولته بتبقى كبيره. النادي الاهلي لما بيكسب ماتش ودي، ماتش ودي ده تلاقيه كبير. صحيح. فالنادي الاهلي بيكبر اي حد موجود جواه. صحيح يا كابتن، طول عمرك بتقول تيشيرت النادي الاهلي تقيل. طبعا. طول عمرك بتقول كده. طبعا. واللي يلبسه لازم يكون على قد التيشيرت النادي الاهلي. طبعا. طبعا. صحيح. وخليني اقول لكم كمان يا جماعه يعني بتبقى حلوه جدا الفرحه كمان لما بتبقى في بدايه مشوار الفريق في الموسم. يعني انت اول بطوله بتاخدها في الموسم دي بتبقى دافع ليك وبتديك استابيليتي اكتر ان انت تقدر. شكرا يا فندم. ان انت تقدر يعني لما لا سكيت شويه على الطرف يعني بيديك استابيليتي وبيديك حتى تاخد نفس تاخد نفس كمان عشان تبدا تقدر تشتغل تاني. انما لو في اول موسم طق خسرت بطوله بيبقى الموضوع صعب. طب يلا بينا نقطع التورته كده يا عم. يلا بينا بس البيت. ها ماشي بقى انتوا الابطال انتوا اللي تقطعوا، انا ما انا بقى معاك كده ازاي كده بس ماشي ازيك من فوق انت. يلا بينا. لا من جوه بقى عامل شويه من هناك. بنتمنى برده ان شاء الله نكون بطولات ان شاء الله باذن الله. من قدام؟ لا من قدام. ايوه هات بقى ارجع بورا كده بقى. ايوه استاذ استاذ الله ينور عليك. هو بتاع الدوري والله. يعني انا سعيد جدا بالروح دي، سعيد جدا ان احنا بنشارك ابطالنا فرحتهم، وهو ده برنامجنا برنامج الابطال. وعايز اقول لكم كمان انه جمهور الاهلي جمهوره ده حماه، جمهور وقف معانا وقفه جامده جدا جدا وساندنا. الحقيقه انا بشكر جمهور الاهلي، واكيد انتوا حسيتوا ده بالمسانده دي طبعا. يعني سواء السيدات حسينا حسينا بيها اكتر بعد الفصول ودعوات. حسيت يعني ان هم في ظهري طول الوقت الاصابه، يعني طول وقت الكورونا كانوا موبايلي مش بيسكت ورا السوشيال ميديا عندي. بشكرهم جدا على دعمهم، والحمد لله احنا قدرنا جزء يعني من فرحتهم ان شاء الله. جمهوره ده حماه، وبشكر ضيوفي طبعا. وفي الاخر بس بختم كلمه دائما ابدا انا بحب اختم بيها، النادي الاهلي كيان.